كويسين. I don't get them in my office. ما يخشوش علي بك. الله أعلم إذا كانوا يحاولوا يخشوا وما يخلوش فيهم. والله أصلا هم شاين قوي وما يبوش يجوا لأنهم ما يبوش يخشوا في ال... أنا ننصحهم أنهم يجوا لأن هذوم هم اللي نبوهم. Why I don't know. يعني أنا أتمنى خيرة الناس هم اللي يكونوا في المقدمة، لكن بصعوبة نلقاها، بصعوبة يكونوا ممكن ما يبوش يخشوا فيها، يقول لك نلقى روحي مع وسط المعمعة هذه، لكن هذا هو اللي نبوه للأسف. كملت كلامي. الله فيك دكتورة فاطمة، very thorough. Just to compliment about the advisory teams and the need for it بصراحة as an emergency بصراحة لأن there will be too many complex problems ما شاء الله يعني التيم كلها كانت تشتغل مع بعضها في الأزمة سواء من بريطانيا كندا الغولف وليبيا ومن غير any ministry of health and the work went very smooth without any official budget there might be if somebody suggested some names and we start with ولا or something like that, would you be able to just form an advisory team specially to help you making specially crucial decisions? لأن الموضوع it's quite dynamic and like I get some feedbacks and also from this room and many emails this is a crucial, a cornerstone for many of us to feel like you have an actual good buddy around you who can actually if there's anything you might get back to them every now and then and to be officially with you daily or bi-weekly or something like that would you be able if somebody suggested some names would you be able to take them with you find it very hard to find time to talk to people بسبب ال بسبب الفوضى اللي عندنا في الوزارة يعني نقدر نقول لكم حتى اللي باحثين عن جوب نلقاهم خشي لي وسط مكتبي ومقدمين لي أوراقهم يبيدوا لي مع الورقة مانيش فاهمة حتى كيف يخشوا يوصلوا لعندنا كار طبعا تقول لي إنه لازم يكون في تنظيم راهو نقول لكم النصيحة سهلة لكن باش تجي كاع مسميكاني والله ما هي سهلة نقول لكم مستحيل تقدر تدير اللي تبيه دكتور فاطمة جون بليز تسمعوا فيا توا انا مش عارفه تديروا اثنين انتوا اللي يسمع يدير واحد اوكي سوري مش عارفه الخط اللي بين انقطع اوكي فقلت لكم النصيحه من يعني من كمتفرج ايزي راهو لكن باش انت تجي تقعمس في المكتب وتقدر اوكي هيا سيد توا هذا قال it's very difficult to come and to get chance to see you in your office وأطباء واجدين قالوها عندك حق I agree with you أنا واحدة من الأشياء هذاك اليوم تأثرت لها جدا دكتورة بتاع عيون راح مني أسمى توا سعاد فيتوري يعني I was so sorry I couldn't talk to her and I wanted to talk to her نبي نحكي معها كان يومي تقدر تقول مش قادرة ندير حاجة حاجة فيه من كثرة الضغط الوقت هذه واحدة من الناس اللي يفترض شفتها اليوم هذاك ضاع نشوف في ناس ممكن ما فيش داعي حتى يخشوا علي مكتبي فعندنا مشكلة تنظيمية في الوزارة أنا أعتقد دكتور والله يعني في بصراحة المواضيع أنا أقول لكم حاجة في حتى زي ما شفنا مثلا دكتور قدم لي على انه شخص كويس وبدينا قلت اوكي راهو الضجه اللي صارت هذه كلها هو مجرد كان اقتراح ما زلنا ما حطيناهش ولا تم تعيينه لكن كان في طريقه الى التعيين لما حضراتكم تكلمت وقفني البرنامج فقلت نبو الناس اللي تقدر تعطي نصائح جيني في مكتبي ونديروا انا مستعد نشوفهم حتى في مقر سكني راه قعدت حتى ندير فيها هذه من كثره الفوضى اللي عندي في المكتب نقول الناس تعالوا لياك باش نقدر نحكي معاكم كلمتين انا نحكي عن الناس اللي باهي اوكي الجماعه اللي فروم اوتسايد تو نحكوا عليهم شوي لكن فروم انسايد اللي يقدروا يجوني
I'd love to meet them باش حتى نديروا عملية تنظيمية فيها شي واجد يقدروا يشيلوا ثقل من عليا، لأن ما فيش مستحيل وشخص واحد يدير كل حاجة. عندنا مثلا الوكيل الثاني اللي تو عينته شخص قدير جدا وشال معايا حمل كبير بصراحة، لكن برضه there is a lot more to be done. وإذا حصلنا تيم يعطي النصيحة الجيدة بالذات في الاختيارات بتاع الناس اللي يقعدوا في التوب اوف مثلا رؤساء إدارات ولا رؤساء يقدروا هما الليدر بيرسوناليتيز، أنا مفضل والله ماني عارفة سيد جمال أنا كيف ندير نعلي صوتي أكثر من هيك تو تسمعوا هيك جريت تسمع من فضلك اللي يسمع يدير واحد جريت جمال تسمع فيا ولا لا؟ وريني جريت فويس هناك حريشة دكتور جمال حريشة يس ويلكم كم لأن حتى ما عادش في وقت حتى الواحد يحط يدير قرار وبعد شوية يطلع له واحد يقول له لا هذا مش صح لازم هذا حتى منظرها شيء كل يوم نحطه في واحد ونحاوله في واحد ماهيش مزبوط. نتمنى يكون قراراتنا ما فيهاش تقلب وتغيير بالطريقة هذه. تفضل يا دكتور نهي الكلام. دكتورة فاطمة، if I just can cap if the qualified advisory team around and a group of doctors suggested them or there's too many people بصراحة ما يختلفش عليهم اثنين ان هم اللي يشوفوهم معاك يعني as appointed. I am sure many people will feel very good about that, especially in a very transition time. وبصراحة كل contracts وكل الحاجات it doesn't look promising, especially governments jumping on us from all over the place and they taking advantage of the situations. I'm sure you've been visiting too many ministers and so on right now, especially in France and many other countries. They try to get piece of the cake for sure, and it's very pressuring, I'm really sure. But when you have a team and everything, and I'm sure they will just direct you or maybe give you an advice not to jump to any long-term plans that might jeopardize on our healthcare system. I'm going to jump to the next question unless somebody is going to comment. G. Thompson, if you want to take the mic, please, to comment on this subject. Go on. اسف يا مفتاح we can't hear you. تفضل يا خلدون. Just for the sake of the time we're going to go to the next subject unless okay دكتور هديلي go on if you want to comment on this. تفضل. السلام عليكم تسمعوا في اغلاقني رقم واحد. ممتاز. تعليق بسيط بس بخصوص الجدل اللي صاير بخصوص مثلا الاي ام سي وكذلك المستشارين اللي بيجوا. نصيحتي ان الافضل ان الوزاره هي اللي تمشي تبحث عن الكوبريشن rather than wait for them to come to you. الستاند بوينت بتاع الجفرمنت الامريكيه والفرنسويه وغيرها انهم هم يبوا يحاولوا انهم يدخلوا يساعدوا طبعا وفي نفس الوقت انهم يكون لهم دور في قطاعات بما فيهم الصحة. لما احنا تناقشنا مع الجهات الامريكية احنا they were pushing strongly IMC والمنظمات الاخرى ويبوا يديروا عن طريقها يعني حتى طلبوا نركروت اس ان نكون جزء من المنظمات هذه عشان يدخلوا ويعملوا يعني يساعدوا في النظام الصحي في ليبيا. الموقف متاعي لما كنت ناقش معهم ان احنا في الوقت الحاضر يجب ان نكونوا بدون واجهه يعني بحيث ان اولا دائما نقول بان financially we are secure وان ما ناش محتاجين للان جي اوز او واجهه الان جي او فليش الوزاره نفسها ما تتعاقدش مباشره مع جهات
ذات العلاقة وإليمينيت الطرف الثالث اللي هي الـ NGOs والـ IMC وغيرهم مثلا. توا احنا